تقرير يحمل إمضاء زميلتنا حنان بوربي. نرجع لضيفي هنا بحذية حتى نحلل ونناقش ونفكك المعطيات اللي ريناها. كي نحكيه على عدم رضا، عدم ثقة، نحكيه على التشاؤم، يعني كلها أمور تتعلق بالنفسية يظهر لي. فعلا مسألة نفسية، والنفسية ساعات متاع الفرد يكون عندها أثرها وانعكاسها على المزاج العام، المزاج العام وحتى الرأي العام، لأنه الرأي العام ثم عوامل تصنعه وثم مؤثرات وأدوار مختلفة. أنا دعيني نأكد لك أنه الواقع اللي يخلينا متشائمين نسبيا حسب العينة هذه، يعني تتحكم فيه مجموعة من الظواهر، علما أنه الشعور بالتشاؤم كما أي يعني واقع آخر يحس به الفرد أو المجموعة اللي تبين الرأي متاعها، ثم وجهين، ثم وجه الحقيقة أو الواقع في حد ذاته، ثم تمثلنا لهذا الواقع. التمثل هذا تشتغل عليه برشا عوامل، منها أحيانا وسائل الاتصال على سبيل المثال، يعني لما ننشر أحيانا شائعة أو خبر ونقذف به على الرأي العام في وقت ذروة مثلا، مؤكد نسبة كبيرة من الشعب من المجتمع باش يكون عندهم هذا التوجس هذا الخوف مثلا. نجم نواصل على كلامك، أنا نبني على كلامك ونقول حتى مثل هالاستبيانات هذه وصبر الآراء هذه النجم يكون عنده الامباكت هذا الأثر هذا. يعطيك الصحة، استنتاجك في محله، كل شيء ماهوش مجاني، وخاصة في ظل فترة أنا نقول قالها سياسي الحقيقة، احنا في فترة ديمقراطية انتقالية، مهم برشا، احنا في فترة هشة إلى حد كبير نفسيا واقتصاديا وأمنيا وغيره، يعني مفتوحة على كل الاحتمالات، واحنا الثورة اللي بدأت في لحظة معينة وهي سيرورة كما التنشئة اللي تخلينا عن طريقة معينة في تقبل الأشياء، في النظر إلى الأشياء، اللي تؤدي بنا إلى ثقافة معينة، ثقافة سلبية، ثقافة المبالاة، أو ثقافة مواطنة، ثقافة إيجابية، ثقافة أمل. احنا يمكن الإشكال الكبير أنه ركزنا على ثلاثة عناصر كانت أنا أعتبرها مؤثرات رئيسية في واقعنا في السنوات الأخرى اللي وصلتنا للنتائج هذه. العامل الأول هو التذرر المشهد السياسي، يعني عدد كبير من الزعامات، من الشخصيات، من الأطراف اللي تحاول تقود المشهد وتتنازع هذا الرأي العام، توجه خطابات مختلفة ما نحبش نوصفها الآن. العامل الثاني هي المطلبية القوية جدا، مطلبية اجتماعية حقيقة متواصلة، المطالب مشروعة، لكن لازم تتحط في السياق متاعها بالنسبة للبلاد، بالنسبة لإمكانياتها. هذا العامل الثاني. للأسف الشديد عامل ثالث، مؤسسة التنشئة التقليدية اللي نعرفوها الأولى اللي هي الأسرة وغيرها، وثم التعليم، ثم المجتمع المدني أو الشارع، نضاف لهم عامل مؤثر كبير جدا أعتقد يأخذ نصيب الأسد في تشكيل الذهنية والنفسية ومحددات سلوك الفرد وربما انطباعاته والتحركات نتاعو، اللي هي وسائل الاتصال الإلكترونية بنسبة كبيرة، وسائل الاتصال الجماهيرية اللي تواصل قيادة الحقيقة نجم نقوله بين ظفرين، ما نحبش نقول مشروع، لكن هذا هو اللي صاير حقيقة. معناها لما نلقاو هل أحيانا وضعيات معينة شبه حادة أو فيها شيء كبير منها من الإشكالية، فيها عناصر معينة من التمظهرات في واقعنا اليوم، نحكيه على برشا انحراف، جريمة، غيرهم من العناصر هذه، فهذه هو في حد ذاته ربما نتاج. أنا نعرف اللي ثم في المشهد الإعلامي الكبير الواسع الرحب اللي هو من ثمرات الثورة ومكتسباتها ومنجزها الكبير، نلقاو مثلا أحيانا تضخيم في بعض وسائل الاتصال الخاصة للجريمة، للانحراف، الحديث عليها بتفصيل، أو تكون ربما التركيز على جانب سلبي قاتم جدا أو سوداوي، هذه عنده أثر أكيد جدا على مزاج الناس، خاصة لما يكون في وقت ذروة أو في الفترة الصباحية. بيه مدامنا نحكيه وإحنا في الفترة الصباحية، ذاك علاش كل كلمة موزونة الحقيقة باش نجمو نعطيو دي زوند بوزيتيف ونوصفوا الواقع كما هو دون تضخيم ولا مغلط. نحب توضيح سي سليمان، عدم الرضا في نظرك حاجة والتشاؤم حاجة وإلا لا؟ يعني عدم الرضا نربطوه أكثر بحاجة موجودة توا، التشاؤم على حاجة راهنة وجاية وإلا كيفاش؟ يعني زمنيا كيفاش باش مربوطين الزوز؟ هو ثم ترابط كبير، ولكن موضوعين لازمنا نحلوا ونفكوا المسألة. عدم الرضا على واقع سياسي، على دولة مثلا، أي دولة ربما اللي فيها انتقال سريع جدا على مستوى القيادة متاعها، غياب رؤية ربما واضحة في مشروعها، على مستوى ربما صناعة ما يمكن أن يلبي حاجيات الأجيال، ما نحبش نقول الجيل، لأنه يعني أحيانا لابد من شيء من الصبر، من ضبط النفس. نعرفوا مشاريع دول حق التقدم نتاعها، مش لازم نعطي الامثله نتاعها، كانت وقتها مشروع جامعه، يعني الدوله ترسل مشروع، ترسل رسائل وينضموا لها ربما نسبه كبيره من الشعب حتى يتحقق الامل في امد، لكن مش في شهر او شهرين ويطلب كل شيء الان وهنا. انا اعتقد عدم الرضا هو نسبي، مرتبط ببعض ربما المطالب او الشعارات
أو أحيانا بعض المقولات السياسية أو بعض البرامج اللي تطرحها بعض الأطياف ويكون عندها تأثير كما قلت على أساس تركيز على بعض العناصر على بعض المؤثرات المهمة أحيانا حتى على النزوات المطالب ربما هي مشروعة ولكن المطالب مادية واجتماعية سهل جدا استدراج الجموع الحشد الحشود لماس في مسار متاع تحرك معين بناء على مطلب غير مدروس عقلانيا وهنا بالنظر أن نحب نربط معك لأنه أغلبها في علاقة بالواقع اللي نعيشه فيه اليوم المطلبية وغيرها أنا نحب نسألك يعني حالة عادية اللي نمر بالمزاج متاعنا يتعكر مزاج متاعنا يصاب بالتشاؤم لفترات وإلا حالة عامة تمس العالمية يعني نخرج شوية حتى من إطار الحدود التونسية يعني عادي اللي نحسه فيه هذية بالنظر للحقبة التاريخية الزمنية اللي تعيشها تونس اليوم هو العامل الخارجي والسائد على مستوى الظرفية الدولية يساهم أيضا لأنه ثم مخاوف كبيرة وثم استتباعات للمحيط المباشر للأوضاع الاقتصادية العالمية اللي عندها تداعيات مباشرة على الواقع وعلى الرهن الاقتصادي لكن أعتقد هنالك عوامل عميقة لابد أن نفككها ونرجع أساسا إلى ثقافة التونسي أول حاجة ثقافة التونسي هل هي ثقافة مسؤولية هل هي ثقافة مواطنة هذا تبنى في حقب طويلة منذ بداية الدولة الوطنية يعني مش بنحمل مسؤولية حتى حكومة هنا المواطن لابد أن يتحمل مسؤوليته أن يرجع منحبش نقول باللائمة لأنه هو طرف أساسي في صياغة الواقع في صياغة نمط يعني تمثله وتقبل هذا الواقع وبالتالي الحديث عليه والانطباعات واستتباعاته بالسلوك ربما فيه الكثير من المرارة من الرفض ربما أنا تبسم هوني شوية سليمان لأنه مش نقول لك قديش منه هالمواطن مسكين حتى باش يشحن روحه معناها باش يحول الموجات السلبية إلى موجات إيجابية ترشي وأنه التعاطي مع الواقع والتعاطي مع المستجدات اللي نعيش فيها يوميا سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وغيره يختلف من إنسان لإنسان وهون يظهر لي من إنسان لإنسان تختلف الموجات هذه حسب الثقافة حسب البيئة حسب يعني مانيش الكل سبحان الله في التعامل مع الواقع بنفس القابلية وبنفس الطريقة يعطيك الصحة فعلا ثم فئات كبيرة وشرائح مهمة سواء مهنية أو حتى اجتماعية وجمعيتية هي مبنية على التفاؤل على الأمل على نشر هالثقافة هذه الكشافة على سبيل المثال مثلاً. اللي ربما يعيش الحياة الكشفية عمره ما يكون عنده هالمرارة هذه وهالتشاؤم هذا لأنه يعطي يومين ودائما في حركة العمال حقيقة الناس تكدح باستمرار يومين على الخبز متاعها المربين عدد من الحقيقة اللي يفديوا المجتمع نجم نقولوا الوطن بأرواحهم هذوما في الطليعة معاهم طبعا مختصين في التنمية البشرية على سبيل المثال ناس يعني تبنى تركيبتهم على ثقافة السعادة وصناعة الحياة اسمح لي نزيدك شكون أخرين الفنانون أنا ذكرت عائلة صغيرة ولكن نعرف أن العائلة كبيرة برشا أي ما خاطر بالفن نواجه زيادة سي سليمان بالفن نصمد نواجه نبني هم فعلا اتصاليين أنا ديما نقول اتصاليين اتصاليين فيهم المربين فيهم المثقفين فيهم المبدعين المنتجين الثقافيين فيهم يعني الصحفيين بدرجة أساسية وفيهم حتى الوعاظ الدينيين لأنهم ينشروا ثقافة معينة وعندهم دور يعني عندهم محمل مهم جدا هنا كما قلت أنا رو حبيت نوضح رو المواطن مش مقابل الدولة الدولة هي المفروض أن تكون دولة مواطنة فالمواطن لما يتحدث عن مؤسسة الدولة وماكس فيبر يقول يعني الإدارة البيروقراطية عندها هي مدرسة حتى لتلقين العقل ونحب نقول أيضا اللي دعوة بسيطة جدا لما نلقاو أرقام كي من هكاية ما نقولش فيها تهويل بالعكس عندها مصداقية كبيرة المركز والصحيفة صحيفة الصباح لكن أحيانا كثيرة ماذا بينا نرجع شوية للواقع متاعنا المباشر احنا عندنا درجة كبيرة من الانبهار والانفعال للواقع الافتراضي متاعنا كلنا كونيكتي ما شاء الله نسمع في ملايين نجم نقولوا كونيكتي ونتبعوا في الاخبار والحقيقه واحنا في سياق التلفزيون الوطني ساعات الاخبار ماهيش صحيحه يعني كان تبعوا على البورتابل على الفيسبوك يعني ساعات يجيبوا لك تصويره نتاعها خوبه نتاع حركيه احتجاجيه ترجع الاعوام متعدده احيانا صوره احنا شفنا حتى في الايام الاخيره ما نحبش نعطي امثله يعني صور واحيانا تصريحات واحيانا معناها مواقف تنسب إلى أطراف معينة تقريبا تهز الناس وتجيبهم أنا نحب نقول هو قالها ألان تورين منذ بضعة أشهر السوسيولوج الكبير الفرنساوي وعمره 93 سنة لأن من المراجع الكبار قال يجبنا نرجع للواقع يعني الواقع يستدعينا نوزان تربيل وعندنا حتى عالمة الاجتماع التونسية تراكي زنات يعني احنا ناخذ صحيح المقول السياسي الخطاب ناخذ ربما ما ينتج على مستوى المراكز هذه والمراصد ومعاهد الدراسات كما معهد الدراسات الاستراتيجيه ومرصد الشباب وغيرهم الحقيقه ينجوا في اعمال قيمه جدا ولكن ماذا بينا نخليه وصيلتنا مباشره يوميا بالمعيش لو فيكو
الواقع نتاعنا ونحاولوا خاصة نكونوا أكتور ما نكونوش أجون نكونوا فاعلين فيه نحاولوا نأثروا احنا حاليا للأسف الشديد وأنا نعتبر هذا من العوامل التي تفسر ولا تبرر أنه التونسي بشكل عام الرأي العام قاعد يتلقى بطريقة ياسر يتأثر بصفة كبيرة وينساق الحقيقة في لحظات نتاع خوف حين نسمعوا شائعة تقول غدوة ثم الكيوسك ما يخدموش تلقى الطوابير في لحظات في ثواني في دقائق الناس الكل في كلها في الكبيرة برشا وينو هنا سلوك المسؤول للمواطن هذه به برشا انه ناكدوا عليه لانه واحد يكفي ما يكونش ديما يتاثر وسلبي باسيف اثر اخدم قوم ابني صور ارسم اعمل باش تبني تونس نتاع غدوه في العموم نرجع لانه الحقبه هذه خاصه عندها برشا حاجات تخليها فتره ذات خصوصيه في تاريخ الشعوب وفي تاريخ الثورات العالميه عادي وانه يمروا الشعوب بفترات فيها احباطات شوف ثم برشا عوامل بالنسبة لسياق تونس أنا نذكر أيام قليلة بعد الثورة بعد 14 جانفي الثورة سيرورة صديق سوسيولوجي معناها وزميل دراسة وأستاذي في نفس الوقت سألته سؤال الثورة شنو تقريبا مداها وقتاش نجموا نحسوا اللي ثم ثمرات للثورة وقتها في الأيام الأولى يعني جانفي 2011 قال لي في البدايات قال لي معدل لا يقل عن 7 أو 8 سنوات احنا تو في 8 سنوات هي باهي جميل يعني جدا هذا فعلا ثم مخاطر احنا تو 8 سنين بالضبط هذاك علاش يلزمنا شويه احيانا شويه صبر وشويه علاش نقول تنسيب وشويه صبر على بعضنا خاصه لانه عندنا ثلاثه عوامل لازم نركزوا عليها اعتقد باش نخرج من عنق الزجاجه لا رابعه لهما ثقافه الامل نتمسكوا بها الى اخر رمق ثقافه العمل اللي هي نقصتنا شويه وعندنا الحقيقه طرف رئيسي الان نجم نقولوا الاول في البلاد اللي هو اتحاد العام التونسي للشغل رهان كبير عليه انه يشتغل على هذا العامل هو قاعد يدافع الحقيقه على منظوره لكن لم الى اليوم ما زلنا ننتظر في برنامج استراتيجي جامع الحقيقه الاطراف الكل هو يقود الان المسيره بعد اختفاء الطرف الرئيسي الثاني اللي كان موجود قبل قدام الدوله اللي هو الحزب اللي كان حاكم ثقافه الامل ثقافه العمل وثقافة خاصة قبول الآخر التعايش هذا ينقصنا برشا نشوف المعارك السياسية نشوف الحروب اللي قاعدة أحيانا طاحنة في البلاتوهات هذه ينعكس مباشرة على عموم الشعب اللي يقول لك شوف الطبقة اللي تحكمنا شوف النخبة المثقفة اللي مراهنين عليها هنا لازم كل واحد يتحمل مسؤولية وخاصة الدائرة الكبيرة متاع المثقفين متاع الاتصاليين متاع صناع القرار متاع الجامعيين عندنا آلاف الأساتذة الجامعيين والمربين الأفاضل يلزمهم يلعبوا دورهم وخاصة أيضا النسيج الجمعيتي عنده رهان كبير برشا ان شاء الله على كل كلام معك جميل برشا بالحق سليمان لانه تهزنا الموجات ايجابيه وخاصه انه كل واحد لازم يبدا بروحه يقوم هو واول حاجه يعملها انا باش نختزل كلامك الكل فيه برشا حاجات جميله ولكن قوم اعمل قوم اخدم قوم اعمل حاجه للبلاد هذيا ويكفينا دور انه نقعدوا نتفرجوا وساعات ننقدوا فقط يعطيك صحه سي سليمان كنت سعيده بحضورك معنا اليوم شكرا ليك باش نمشي زميلتي حنان القاسمي اللي موجوده تحديدا من امام متحف باردو المتحف هذيا اللي ديما نحسوا انه فيه رجع الصدى لذكريات وصور وحاجات رينيهم في الثوره المره هذيا باش يحتضن معرض يظهر لي باش يكون شامل وباش يكون ملخص لفترات عشناها على امتداد 8 سنوات الخط ليك حنان شكرا ليك إيناس أهلا وسهلا ومرحبا بكل مشاهدينا نلتقي في نقل خارجي مباشر من متحف باردو في مواكبة اليوم لندوة صحفية بحضور عديد الصحفيين في مختلف وسائل الأعلام لمواكبة هذه الندوة الصحفية للحديث حول معرض باش يكون حاضر وباش تكون انطلاقته يوم 14 جانفي هذا المعرض هو للوثائق الرقمية خاص بالثورة التونسية ويوثق الأحداث التي عاشتها تونس في الفترة ما بين 17 ديسمبر 2010 إلى غاية 14 جانفي فقط يعني الفترة هذه فيها عديد التسجيلات اللي تم التنسيق مع الشخصيات المعنية بالأمر وتدوينها ويعني حطوها في معرض خاص في متحف باردو باش تكون تحديدا يوم 14 جانفي هذا المعرض هو بعنوان 14 غير درج أوان تونس لكن باش ناخذوا فكرة عليه وفكرة حول الفكرة كيفاش جيت لهذا المعرض مع سي الهاشمي بن فرج اهلا وسهلا ومرحبا بك. مع السلامة ومرحبا بكل المشاهدين.
المعرض هذا الفكرة انطلقت من تسمح يعني ممثل عن شبكة دستورنا، وهي الفكرة جيت وانطلقت من عندكم. نعم، أنا الهجب بن فرج ممثل عن شبكة دستورنا. انطلقت الفكرة وقت لاحظنا أنه ثم إمكانية باش الأثر اللي تصوروه المواطنين في الفترة اللي كانت تحكي عليها زميلة 17 ديسمبر 2010 حتى 2014 جانفي، ماهيش ما تمش توثيق مطبوع او مكتوب له الفتره هذه. وقت اللي حشنا باش نرجعوا بعد سنين اذا كان نحبوا نعملوا دراسه للاستجاي اللي صار في الفتره هذه، ماناش مش لقاو اثر، لانه كل يعرفوا اللي الاشياء هذه عندها مده معينه وتزول. لهذا خممنا باش لميناهم، باش وثقناهم، باش حطيناهم في الأرشيف الوطني. ومن غاديك انطلقت الفكرة، وأنه باش نعطيهم حياة للأرشيف، باش ما يقعدوش موجودين في أرفاف بتاع الأرشيف برك، قلنا نعطيهم حياة. ومن هنا جات الفكرة باش نعملوا معرض اللي مش ينطلق يوم 14 جانفي كما قلنا حتى 31 سبتمبر، لكن إن شاء الله بعد هذا كان مش ندوره به في كافة مدن تونسية، سيدي بوزيد، قصرين، تالا، قفصة، إلى غيره، باش نمكنوا أكثر ما يمكن من المواطنين باش يتعايشوا، يتفكروا وكل الفترة هذيك ويطلعوا عليك، يطلعوا عليها ويعودوا يعيشوها، على خاطر فترة نحب ولا نكره فترة كبيرة ياسر، ومواطنين كنا متشاركين. سي هشمي، يعني تم التنسيق مع عائلات الشهداء، مع يعني الناس اللي عندها الفيديوهات، خاصة انكم تقريبا قمتوا بزوز ندوات صحفية، قلت لي كنا يعني في كان في السرية وفيها 1200 تقريب فيديو يعني مخلطين، لكن بعد صارت عملية الفرز. هو احنا في البداية وقت اللي بدينا نلموا فيهم بعثنا ثلاثة بنات طلبة هوني للتذكير، ما تم حتى طالب قدم روحه باش يترشح للعمل هذا، ما قبلوا يجيوه، كان البنات. مرة أخرى عن البنات لعبوا دور وراوا دورهم كبير، ومشاو للجهات واتصلوا بالعائلات بتاع الشهداء، وهم اللي مكنوهم باش قدموا لهم المواطنين اللي عندهم يملكوا الوثائق هذه الرقمية، يعني فيديو وتصوروا كل شيء. والبنات طبعا وقع تأطيرهم من قبل باش هزوا معاهم سمارات، باش خذوا بعض معطيات تخص الأشخاص هذية، الظروف اللي صوروا فيها، الظروف اللي عاشوا فيها، يعني باش تمكن البحث نتاع الاجتماعي زاد ينجم يثري. ولهذا الوثائق خديناها، لكن حبينا نثريها بمعطيات أخرى اللي تنجم تفيد بعد الباحثين في وقت منا. المعطيات اللي كنت احكي عليها سيادتك مع مدام حورية، كنت تفضل وتسمح بجانبي مدام حورية زرقان، انت تقريبا المكلفة ب يعني اقتناء الصور الرقمية وبالسينوغرافية والكل، يعني كيفاش تم الاختيار والتركيز على هذا العمل؟ انا اسمها كوميسار، هذيك الليلة هي باش تركب المعرض هذايا، وخدمت مع فريق تاع ليزارشيف، فريق تاع السينوغراف والديزاينر. كانت المهمة سهلة ولا صعيبة؟ خاطر رزينة وتخوف، الموضوع حساس كثير، لكن عندنا الكوميتي سيانتيفيك اللي تبع فينا، أعطانا الفيدوغوت كما يقولوا باش نعرفوا وين نمشيو، والجماعة تاع ليزارشيفيست تاع المكتبة الوطنية وتاع الأرشيف الوطنية عاونونا كثير، هما يمشوا يلوجوا وإحنا نختاروا ونحكيوا، ونقاش طويل صار ما بيناتنا باش نوصلوا إن شاء الله ونكملوا المشروع إن شاء الله. شكرا لك، كل التوفيق لهذا المعرض اللي باش يكون حاضر كيف ما قلت في متحف برد، وباش تكون انطلاقته يوم 14 جانفي، باش يتواصل إلى غاية 31 مارس، أيضا بالتوازي باش يكون هذا المعرض حاضر في مارسيليا بنفس الوثائق وبنفس الصور، وهوني يعني قيمة هذه الوثائق وقيمة العمل، لأنه باش يكون حاضر في معرض في مارسيليا، انطلاقته باش يكون 22 مارس وباش تتواصل إلى غاية أواخر شهر سبتمبر. دعوة للناس الكل اللي يتفرجوا فينا باش يكونوا حاضرين في هذا المعرض، وخاصة اللي باش يكون حاضر في عطلة مارس، وباش يكونوا حاضرين مرافقين هوني ثقافيين باش يفسروا كل التفاصيل والأحداث الهامة
عاشتها بلادنا في 17 جانفي إلى غاية 14 ديسمبر 2010 إلى غاية 14 جانفي 2011. هكا كنا معكم مباشرة من متحف باردو في مواكبة لهذه الندوة الصحفية اللي كانت خاصة بهذا المعرض. مبقى لي كان نقول لكم شكرا على حسن المتابعة وشكرا لكامل زملاء التقنيين. تقابلوا قريبا على القناة الأولى. عودة لزميلتي إيناس. شكرا لك حنان، يعطيك صحة مشكورة. طبعا يهمنا برشا وأنه مثل المعارض هذه اللي تحفظ الذكرى الوطنية للأجيال وتوثق للأجيال الجاية. مرحبا بكم في المشاهدة مرة أخرى، مواصلين مع موضوع قلت على قدر كبير من الحساسية والأهمية لما يتعلق الموضوع بصغيراتنا، وخاصة بواحد من أهم المخاطر اللي نخافوا منها على أطفالنا، التحرش الجنسي. هذا موضوع الندوة اللي باش تلتئم غدوة، اللي باش تكون غدوة واللي جاي. حضر بيناتنا السي لبيب مبارك، رئيس جمعية قدماء وإطارات الطفولة بقرطاج درمش، باش نحكي وعلى الندوة هذه لماذا الآن وهنا مثل الندوة هذه. مرحبا بك قبل كل شيء سي لبيب. شكرا، بارك الله فيكم على الاستضافة. تحية للوطنية واحد. الموضوع هذا موضوع يهم الناس كل، موضوع يمس كل التوانسة، كل ولي، كل مربي، الناس كل معناها يهم الموضوع هذا. خاصة في الفترة هذه حسينا اللي الظاهرة هذه كاينة ولات ماشية وتزيد معناها وتكثر، ولهذا عنا بالأرقام سي لبيب تقول لي الظاهرة ماشية وتكثر، وإحنا نسمع بين الفينة والأخرى من حين الآخر نسمعوا بحوادث مفزعة في الموضوع هذا. والله بالنسبة للأرقام إن شاء الله غدوة من بين المتداخلين باش يكون معنا ناس مختصين اللي استدعيناهم للندوة، باش يكون معنا إن شاء الله المندوب العام لحماية الطفولة وباش ناخذوا الأرقام. أما عندي رقم معناها واحد معناها في التقرير السنوي للمندوبية حماية الطفولة اللي سنة 2017 975 حالة اعتداء جنسي، منها 680 على الإناث و295 تمت على الذكور، بمعدل 217 حالة يوميا. عاود لي سامحني لو تسمح، العدد الجملي قداش؟ العدد الجملي 975 حالة اعتداء جنسي. هذه عام 2017. هذه في التقرير السنوي لسنة 2017، بالنسبة للتقرير السنوي 2018 معناها قاعد يحضروا فيها تو. بون انا مش ندخل معاك الحقيقه، انت قلت لي الارقام ما عندكش، مش ندخل معاك نقول لك هذا تراه برشا تراه شويه، حاله واحده تكفي باش نقولوا وانه فما حاجه الارمونت يعني مفزعه وتخوف. دونك ما نحبش نحكي بالارقام لانه بالحق الرقم هذا وحده مفزع جدا. مفزع جدا. قلت علاش اليوم نحكيوا على يعني في عادات جرات العاده انه المعهد ينظم مثل الندوات هذه في علاقه بالنسبه لنا احنا كجمعيه، جمعيه اطارات خريجي المعهد العالي لاطارات الطفوله، وعندنا شريك اللي في الندوه هذه اللي هي المندوبيه الجهويه للمراه والاسره والطفوله بولايه تونس. اي معناها باعتبار الموضوع هذا حسيناه معناها ولا ظاهره تتماشى وتكثر، خمنا في الندوه هذه اللي باش تكون ماناش باش تكون نعطيو فيها الحلول، باش احنا باش نحللوا المشكل هذا، باش نعطيو مقترحات، باش نحاولوا نخرجوا بحلول. وباش هي هذه الافيش نتاعكم غدوه الخميس 10 جانفي 2019 بالمركب الثقافي البلدي تونس، الندوه اللي تحكي لنا عليها غدوه ان شاء الله. فانا توقيت الساعه سي لبيب بدايه من الساعه 9 صباحا. بدايه من الساعه 9 صباحا. قبل ما نمشيو للموضوع بالتفصيل لانه الموضوع في حد ذاته في عنوانه الكبير في خطوطه العريضه الاولى، تقريبا الكلنا نعرفوا على شنو اهم المواضيع اللي باش تثيروها غدوه، ولكن انا سؤالي ليك هو شكون باش يحضر الندوه هذه سي لبيب؟ توا الندوه مهمه يعني نعتبر انه تمس موضوع بالاهميه هذه، شكون روادها؟ شكون لمن وجهت الدعوه باش يحضر؟ الندوه هي موجهه لعامه الناس، احنا ماذا بينا الناس كل تحضر، ماذا بينا الناس كل حاليا، والغايه هي التوعيه والتحسيس. باش يكونوا موجودين عندنا الاطارات من المهتمين بشان الطفوله اللي هما اطارات الطفوله من القطاع العام والخاص، باش يكون عندنا معناها مسؤولين من الاداره العامه للطفوله بوزاره المراه والاسره والطفوله، من الاتحاد العام للصناعه والتجاره، الغرفه الوطنيه للرياضه ومحاضن الاطفال، وعندنا المختصين
عندنا مختص في علم الاجتماع اللي باش يقدم مداخله باش يتناول الموضوع هذا من جانب اجتماعي، مختصه في علم النفس الطفل باش تناول الموضوع زاد من جانب نفسي، وباش يكون معنا القاضي للاسره والطفوله في من المحكمه الابتدائيه بتونس. اي ومن باش يحكي لنا على بين الممارسه والقانون. اي باش من الجوانب الكل احنا تناولنا الكل، من الجانب القانوني، من الجانب الوقائي، الجانب النفسي، الجانب الاجتماعي، معناها حاولنا المتدخلين يكونوا من معناها من الجوانب الكل. سي لبيب، يعني الحقيقه اعذر حماسي للموضوع هذا، ونتصور كلنا نتحمسوا للمواضيع اللي تهم صغيراتنا وتهم جيل غدوه. ما بعد الندوه يعني عملنا ندوه لمينا كل الاطراف، كل الاطراف احنا المتداخله في الموضوع اجتماعيا قانونيا اقتصاديا يعني تربويا، اطارات المعهد نتاعكم الكل. ما بعد الندوه شنو نعمل ان شاء الله؟ ما بعد الندوه احنا ما نشوفش نعملوا ندوه غدوه ان شاء الله ونطوي الملف وفيه كل شيء والناس كل روحوا لروحنا، لا ان شاء الله باش نواصلوا ونخدموا عليه هذا، ان شاء الله باش نخرجوا بتوصيات للسلطة الاشراف للمسؤولين للناس المعنيين بشان الطفوله باش الظاهره هذه على الاقل احنا ماش باش تحل هي لمحلها الكل، لكن على الاقل باش نوجدوا حلول باش نحاولوا نقصوا من الظاهره هذه، باش نحاولوا نقصوا من الاعتداءات الجنسيه، من العنف المسلط على الطفل. يعني هذا هو الهدف من انشاء هذه الندوه. على الاقل تنشر النتائج اللي باش تخرجوا بها، الفيدروت نتاعكم الاهم باش يجي باش يرد على لسان المتدخلين، ينشر من باب التوعيه، يعني يكون عنده اثر مكتوب يعمم أكيد. يقرا اكيد ان شاء الله باش يكون فما اثر ان شاء الله مكتوب ان شاء الله. ان شاء الله. به حبيت نحكي شويه على الاحاطه، فما عندكم دوره في علاقه بالاحاطه باللي تعرضوا ضحايا التحرش الجنسي من الاطفال ولا؟ بالنسبه للاطفال اللي تعرضوا للاعتداءات بطبيعه الحال تتعهد بهم المندوبيه حمايه الطفوله، وفما معناها مؤسسات عموميه هي مختصه في الشان هذا، هما اللي يهتموا بهم معناها، وتقع متابعتهم معناها من الجانب النفسي، من الجانب الاجتماعي مع عائلاتهم، لانه بالحق لانه مشكل، لانه الموضوع هذا التحرش الجنسي يخلف معناها جرح كبير برشا. اكيد هذاك علاش كبير، وممكن جرح زاد اللي ربما معناها اذا كان ما من احنا ما نتوقوش منه معناها باش تكون معناها العواقب بتاعه وخيمه. اكيد اكيد لا قدر الله على كل جرح ربما ما يندملش معناها حياته كامله معناها اللي يقع عليه الاعتداء، يقعد في اللاوعي نتاع الصغير حتى يكبر. انا حبيت نسال هوني بصفتك انت اليوم بحذية تمثل المعهد الجمعيه، كيفاش الجمعيه مثل الجمعيه وانت اطار سابق ولا؟ انا اطار في قطاع الطفوله. هذا هو نعم. انا سؤالي لك هو يخص الاطارات الطفوله في مدى تعاملهم مع الموضوع الحساس هذايا، هل اليوم عندنا ما يكفي من التوعيه لهم هما، من التكوين لهم هما، حتى يتعاطوا مع الاطفال ضحايا التحرش الجنسي هما في علاقه مباشره يظهر لي بالاطفال؟ بالنسبه للاطارات التربويه التكوين ديما متواصل معناها على مستوى عندنا اداره معناها في الوزاره نتاعنا اداره التكوين موجودة هي اللي تعنى معنا بشأن التكوين، وعلى مستوى المندوبية الجهوية للمرأة والأسرة والطفولة وكبار السن، زاد الإطار سلك التفقد والإرشاد هم اللي يتكفلوا بالتكوين، والتكوين متواصل معنا خاصة في فيما تعلق كل ما عنده علاقة بالطفل وبنفسية الطفل وبالتربية والبيداغوج. أنا باش نقول لك يعطيك الصحة سي لبيب مبارك الحقيقة، لأنه الموضوع هذا يهمنا ويهمنا أكثر التوصيات اللي باش تخرجوا بها، ويهمنا أكثر أنه تتكثف الجهود من الأطراف الكل. الإعلام عنده دور كبير معناها في الموضوع هذا، وهذاك علاش أنت اليوم خاصة غدوة إن شاء الله باش تكونوا موجودين معنا إن شاء الله بإذن الله في المركز الثقافي البلدي تونس. أي. اللي نوجه لهم تحية ومشكورين على الفضاء اللي وفروه هنا للندوة. نسمع فيك سي لبيب، اذا كان نعطيك شويه وقت كان تحب نعاود نذكره بالمكان والزمان ووقتاش باش تكون الندوه هذه للي يهمه الامر واللي يحب يكون حاضر. الدعوه مفتوحه للي يهمه الموضوع ان شاء الله غدوه في المركب الثقافي لبلديه تونس القصبه شارع 9 أبريل بدايه من 9 الصباح.
يعطيك صحة سيدي، شكرا لك. الحقيقة احنا نسعد ونفرح وقت اللي نراو انه الجهود تمشي في اطار حماية الطفولة نتاعنا. كيف ما قلت ونعاود، هما اللي ربما الهاجس نتاعنا الاكبر والاوحد بالنسبة للغدوة. شكرا لك سي لبيب مبارك، يعطيك صحة. مشكور على الحضور معنا وكل التوفيق وكل النجاح لندوتكم الغدوة. باش نواصل المشوار معاكم طبعا مع مختلف الفقرات اللي مازالوا بعد شوية، باش نكون ختامها فن من خلال معرض لاسم غاب علينا. طبعا بعد 10 سنوات باش يقام المعرض نتاعو بعد وفاته، وباش نشوفوا برشا جديد من خلال زياره للمعرض ومن خلال ايضا بنته اللي باش تكون حاضره بيناتنا بعد شويه. ولكن قبل هذايا باش يكون حاضر بيناتنا سي ماهر الغداوي رئيس جمعيه الحكمه باش نحكيو في منحى انساني اجتماعي. واليوم حكينا برشا الحقيقه في الاتجاه هذايا، باش نحكيو على مبادره ما تنجم كان تذكر فتشكر، مبادره من نجمو كان نحييوها ومن نجمو كان نثمنوها. مساء الخير وصباح النور ماهر. صباح الورد ليك ولي كيف مستمعي الوطنيه الاولى. مشاهدين عاد. مشاهدين الوطنيه الاولى ولا مستمعين؟ مرحبا بك سيدي. قلت مبادره جميله، حكينا على المبادره هذه كيفاش جات وكيفاش حضرتوا لها. المبادره هذه جات بحكم يعني جمعيه الحكمه هي الجمعيه الوحيده اللي تنشط في معتمديه بوحجله. اي. اللي فيها اكثر من 120 الف ساكن. تعاني منذ عامين من غياب معتمد يعني ما على راس السلطه المحليه، ما فماش معتمد اليوم في معتمديه بوحجله، عندنا عامين. الجمعيه منذ تاريخ تاسيسها يعني من 19 جان في 2017 الى حد اليوم قامت باكثر من 20 نشاط تقريبا، يعني كان 10 انشطه فيهم قوافل صحيه في المدارس الابتدائيه في بوحجله اللي تضم يعني 42 مدرسه ابتدائيه. لكن 42 مدرسه ابتدائيه في تقرير اللي يعني للمستشفى المحلي ببوحجله لفريق حفظ الصحه اكد عدم صلاحيه المدارس الابتدائيه للتدريس لانه انعدام الوحدات الصحيه في المدارس الابتدائيه اللي هو ابسط حق يظهر لي للصغيرات. الجمعيه يعني تجندت مع الاطار المحلي يعني للمستشفى ومشكورين على ذلك يعني، وقمنا بعده يعني انشطه صحيه وتنشيطيه في المدارس الابتدائيه ذي. قمنا كذلك يعني بعشرة أنشطة أخرى يعني فيها يعني الأكثرية تاخذ يعني تكتسب طابع اجتماعي، واللي آخرها كان يعني أثناء العودة المدرسية قمنا بتوزيع أكثر من 255 مساعدة مدرسية بأكثر يعني قرابة 20 ألف دينار، وهي تبرعات يعني من أهل الخير. بين انها يعني الجمعيه اللي هي الوحيده اللي تنشط فانها كانت يعني قبله يعني لعدد من العائلات المعوزه اللي صراحه معناها عدد مفزع وعدد كبير يعني. قبل ما نجيو للارقام ولليديتاي هذوما التفاصيل هذوما، عن الارقام على الشاشه هاكا ماهر، باش انت قلت برشا اقبال، حتى اللي يحب يزيد يتصل بكم والا يكون في تواصل معاكم ولا يمد اليد المساعده بالطريقه اللي راها هو، وقول لنا بعد كيفاش ينجموا يساهموا. دونك هذوما هما لي كوردوني من داخل ومن خارج تونس. يعني اللي اقبلوا على التعاون معاكم شكون؟ هو شكر خاص لاطباء القطاع الخاص صراحه في بوحجله وعلى راس السيد جمعه الضفاوي يعني صاحب صيدليه. هذوما من الناس اللي صراحه واقفين مع الجمعيه ومع سائر الجمعيات يعني الموجوده سواء في الجهه ولا خارج الجهه. معناها هذوما اللي دعموا فينا تقريبا، معناها يدعموا في الناس الكل. اليوم الحمله ذي نتاع حمله دفيني ومن البرد احميني هي بحكم انه يعني عدد كبير من العائلات صراحه، عندنا اكثر من 500 يعني ملف من 500 عائله في حاجه ماسه للمساعده. نحن يعني جمعنا مساعدات مبدئيه تمثلت في ملابس، لكن وبكل معناها بكل صراحه يعني تم توزيع البعض منها، لكن البعض الاخر تم رفضه من الاهالي لانه حاجتهم بحاشيه باغطيه بمواد او وسائل تدفئه ومواد غذائيه. هذا تقريبا يعني طلبات نتاع يعني طلبات تقريبا بنسبه 90% من اللي اتصلنا به معناها ولا من اللي اتصلوا بمقر الجمعيه. طيب شنو تقبلوا اعانات من انا نوع؟ دواء كل شيء معناها، خاطر انت كي تقول لي توا دفيني ومن البرد احميني نوع وحاطين الالبسه، مش كان الالبسه وصبابط وكل شيء وكل شيء يعني تنجم تكون مفروشات خطار. تحولت صراحه يعني طلبات بحكم الوضعيه بصراحه، 32% فقر مدقع في معتمديه بوحجله، 3000 معطل على العمل في معتمدية بوحجلة. معتمدية بوحجلة اليوم تقريبا ما يربطها بالجمهورية التونسية ما عدا بطاقة تعريف وكوبل بتاع الضوء، كاو مش معنى حد شيء اخر بتونس. اليوم معتمد راس السلطة المحلية ما فماش لمدة عامين،
ورئاسة الحكومة في بالها، رئاسة الجمهورية في بالهم بالفراغ هذايا، ونجدت مكونات المجتمع المدني في عدة عرائض يعني للسلطة المركزية في توفير معتمد اللي هو يكون وسيلة تربط يعني بين السلطة المحلية والسلطة الجهوية. هذايا ما فهميش اليوم الأهالي يعني نحن اليوم وصل يعني وصل بين الحيل في 2019 أنه في أثناء العودة المدرسية بلغنا أنه فما زوز تلامذة هم الولي متاعهم عاجز يعني مصاب بأمراض مزمنة، التلميذ يقرأ من 7:30 ل10 متاع الصباح، يخرج 10:30 يعطي صباته الخوه باش يدخل يعني يلبس يقرأ. هذه وصلنا الحالة هذه. اليوم وصلنا الحالة أنه ولي عنده 7 أو 8 صغار يقري 4 صغار ويبطل 4 صغار. ليش؟ لأنه الوضع المادي نتاعو ما يسمحلوش باش يقريهم العائلة الكل. نحن صراحة دخلنا لكن بإمكانيات محدودة، ما نقول يعني إمكانيات محدودة لأنها الإمكانيات جاية متأتية من تبرعات أهل يعني أهل الخير. اليوم نحن يعني في حاجة للأغطية، في حاجة للحشية، في حاجة لمواد غذائية، في حاجة لل يعني الحفاظات لكبار السن خاصة لأنه موجود منها طلبية هذه صراحة. وزيد التورط بحكم الأهالي يعني يسمع فما حملة يعني ماهيش مختصة في قطاع معين. اليوم عندنا حالات مثلا نتاع ناس ما عندهاش باش تعمل عملية يحب يجرها في طبيب يعني في مساحة خاصة لأنه طبيب مبنج ما عندناش في مستشفى القروين، لأنه ولاية القيروان 700,000 ساكن ما فيهاش طبيب مبنج. اليوم اللي مش يعمل عملية يا إما يمشي المساحة خاصة وإلا يبقى في داره ينتظر الأجل نتاعو لا أكثر لا أقل. وهذا هو صراحة الواقع. الواقع اليوم كي نحكوا اليوم فما يعني وزارة الشؤون الاجتماعية عملت ندوة أنها يوم الاثنين أن القروين يعني بلاد الحضارة الإسلامية لمدة 500 سنة اللي كانت يعني ترحل في العلماء للأندلس لطلب المعرفة والعلم، اليوم أصبحت على مستوى وطني هي الأولى في نسبة الأمية ونسبة الفقر بنسبة 35%. هذا موضوعنا للبارح كانوا حاضرين بيناتنا وتناولنا الإحصائيات بالحق صادمة هي جدا. ومعتمدية بحجل ومعتمدية الإعلام بنسبة 46%، نسبة الانقطاع يعني المدرسي بنسبة وصلت ل 46%، يعني وصلت 46% تقريبا هذا ناقوس خطر على الوضع نتاع الناشئة. ماهر خليني نكمل معك ما بديناه البارح لأنك أنت عرجت على نقطة مهمة، توا صغيرات اللي انقطعوا مبكرا واللي بتبيع على المستقبل بيناتهم باش يكون غامض، مستقبلهم باش يكون غامض إذا كانوا انقطعوا في سن مبكرة على التعليم، علاش؟ اعطيني توا اهم حاجه تخليهم صغيرات هذوما يبطلوا القرايه. اهم حاجه هو الوضع المادي، هذه النقطه الاولى. النقطه الثانيه اليوم نحن بما انه منطقه ريفيه شاسعه يعني بين المدرسه والمنزل بتاع التلميذ فما نسبه فما قرابه 5-6 كيلومتر فما انعدام وسائل النقل تقريبا. اليوم ما عندناش نوادي نتاع عطفيه، نوادي نتاع مطالعه اللي هي ابسط الاشياء، ما عندناش في 42 مدرسه ما عندناش نوادي نتاع مطالعه. اليوم نحن الجمعية بعد حملة دفيني هذه مش ننطلقوا يعني في أحداث نوادي متاع مطالعة على الأقل في بعض المدارس. اليوم نادي متاع مطالعة تقريبا ما يتكلم يعني في حدود 500 دينار تقريبا يتم أحداث نادي متاع مطالعة على الأقل ينقذ التلميذ، لأنه التلميذ يقرأ من 7:30 ل10 يرجع مثلا من ساعتين للخمسة متاع العشي، هو من 10 للنصف الماضي ساعتين يعني. كان مش يبقى قدام المدرسة مش يكون يعني معرض للاستقطاب وغيره، معرض للانواع للانحراف يعني بشتى انواعه، وكان مش يروح لدارهم على ساقيه كيف كيف يعني لانه المسافه مش تكون مسافه كبيره، وهذه يعني من الاسباب زاد كيف كيف اللي اثرت على التلامذه. اليوم ما عندناش نوادي ثقافيه. طيب انت في الجمعيه هذه اكيد معناها الحقيقه مش رامي ورود، تخدموا في خدمه جباره ويعطيكم الصحه ويكثر خيركم. شكونكم انتوما يعني باش نعرف كيفاش انتوما من ولاد الجهه؟ هذا اكيد شكونكم انتوما اللي تحمستوا لاولاد جيرتكم ولجهتكم وحبيتوا انكم تعاونوهم؟ شكونكم؟ شكون معاك؟ معايا مجموعه من الاعضاء اللي هم يعني فيهم البعض من الموظفين، البعض من الطلبه، والبعض من التلامذه. كانت يعني فكره على اساس انه يعني يتم احداث جمعيه لي يعني مساهمه ودفع العمل التنموي في الجهه بقدر المستطاع. تحمسنا يعني مجموعه من الشباب كلنا تقريبا يعني وانشانا للجمعيه وانطلقت للجمعيه، وكان والايمان نتاعنا الوحيد يعني هو ثقافه العمل، العمل لصالح العام. لانه الجمعيه يعني شخصيا انا كرئيس جمعيه ضد انها تكون مطيه لحزب معين وضد انها تكون يعني في وقت ما تتحزب. أي. ويعني واكدناه هذا واكدته مستقل مستقله عن جميع الاحزاب السياسيه قاعده تخدم في خدمه لصالح العام لصالح أي. لصالح العام. اذا نهار يعني تتحزب او ما شابه فاني صراحه اقوم بحل هالجمعيه.
بواضح هذه ما شكوش فيه. خلينا عمليين، ماهر اللي يحب يجي ويعاون، اللي خلط علينا توا، اللي باش يشاهدنا في الاعاده، اللي نجم يشوفنا عن طريق الفيسبوك، على صفحه رسميه لمؤسسه التوزيع التونسيه، على الانترنت وغيره، خلط على المعطيات هذه، كيفاش يعمل عمليا باش يوصل لكم المساعده نتاعو؟ سواء يعني المقر الجمعيه في معتمديه بوحجم ولايه القيروان، أو الاتصال يعني على أرقام الهاتف التالية 25-925-023 أو 27-738-158. دونك هذوما هما الطرق التواصل اللي حطيناهم على ولا صفحة الجمعية على موقع التواصل الاجتماعي جمعية الحكمة للبناء والإصلاح ببو حجل. يعطيك صحة ماهر الغداوي، إن شاء الله موفق، إن شاء الله ربي معاك، وإن شاء الله مع الجهة الكل ومع كل شبر في تونس، إن شاء الله مراو كان صغيراتنا يعيشوا في ظروف طيبة، وإن شاء الله الكلنا مع بعضنا مرة أخرى نعول على الحس الجماعي وببعضنا الحس الإنساني وعلى المجتمع المدني. يعطيك صحة ماهر، شكرا، شكرا لك، موفق، شكرا إن شاء الله. باش نمشيو للنغم هذه، عبد الوهاب يهزنا لعبد الوهاب الحنيشي، وراجعين حتى نختم مع الثقافة ومع الفن. Yeah.
احلى ومن اجمل الانغام التونسيه الحقيقه اللي فيهم الطابع نتاعنا التونسي وهزتنا الجو مزيان برشا. باش نواصلوا حللنا النافذه على الموضوع اللي باش نحكيو فيه توا مع ضيفتي اللي حاضره معنا في البلاتو مدام عايشه القرجي. مساء الخير وصباح النور. أسلمها. معك باش نحكي على الوالد على المرحوم سي عبد العزيز القرجي، واحد من ألمع ومن أشهر الفنانين التشكيليين في تونس، وقام الحقيقة خلينا نقول من قامات الفن هذايا. قبل كل شيء باش نرحب بيك وباش نحتفي معاك بالمعرض اللي يقام توا. تقول لي من وقتاش وكيفاش جات الفكرة؟ في 8 ديسمبر حتى 10 فيفري في قصر خيار الدين في مدينة تونس. انا نحب قبل ما نوصلوا للمعرض، حسب ما نعرف هو كان يظهر لي من مطمح ولا حلم من حلم احلام الوالد انه يعرض في الفضاء هذي. اي كان هو اللي دابوغ احنا عملنا هالمعرض من بعد 10 سنين الوفاه نتاعو، دونك لانيفرسير نتاع وفاته، وما حبيناش نعملوا حاجه قبل خاطر حبينا نعملوا معرض كبير وباش نجيبوا برشا تابلويت والخدمه نتاعو من عند لي كوليكسيونور والعند البنوك، خاطر مش سهل باش تجتمع الخدمه هذه كل خاطر ثم 350 لوحه. أي. 350 برشا. دونك باش قبل ما نوصلوا نحكيوا على المعرض مدام عايشه، يعني كيفاش تم التحضير للمعرض؟ الحقيقه نتصور العمليه ما كانتش هينه لانه مربوط باسم كبير كما قلت، لانه باش يحكي على تاريخ كامل من التابلوات ومن الاعمال الفنيه، لانه من المفروض انه يكون لمسه وفاه في حجم الراحل عبد العزيز القرجي. يعني كيفاش فما مخاوف كانت وانتم تحضروا في المعرض هذايا اللي خذا 10 سنين تحضير؟ لا مش لي 10 سنين، لي عام ونص ابخي تحذير. والحقيقه انا توا ناخذ جو بروفيت دو لوكازيون باش بور ريميرسي سوسيتي تالون، هي اللي كانت وراها المعرض هذا، خاطر المعرض هذا لازمو برشا فلوس. لو كان ما عندناش لي بريفي يعاونونا ما نجموش نعملوا معرض كيما هكا، خاطر دابور باش تجمل التابلويت باش تاخذ كوميسير باش تصور باش تريقل الفضاء، خاطر لقينا البقعه مالوغوزمون البالي خيار الدين ماهوش حاجته بريستوراسيون، باش عملنا كتاب، اذا الكل لازم فلوس، ولو كان ما ثماش تالون ورانا ما كناش نجمو نعملوه. به احكي لي على المعرض، المعرض حسب المعلومات الاوليه اللي عندي في اكثر من 300 لوحه للمراحل، ولكن فما لوحات اخرين زيدا. الوغ حبينا نعملوا احنا فات التاريخ تاع تونس قاعدين نكتبوا فيه من الاول جديد، صديق سورتو تاريخ الفن. دونك كيما ندينا على ورقه بيضاء، دونك كي عملنا هالمعرض هذا قلنا بون فا ايكريغ ليستواغ دو دو دي زار بلاستيك في تونس. دونك دينا بقرجي، وقرجي ما نجموش ناخذوه وحده ما غير مدرسه تونس. دونك عملنا قرجي ومدرسه تونس، عملنا قرجي وحده، قرجي وقرجي، قرجي مع الرواق قرجي اليبوك كان ثم غالري قرجي، وعملنا زادا لي كوموند بوبليك غورجي اي لي كوموند بوبليك، خاطر لي الناس ما تعرفش كان 1% تاع البيدجي في تاع لي باتيمون بوبليك مخصص للفن كان قبل، سي اون لوا هذيك قانون. ومن بعد ضيعناه على هكا في تونس، كي تمشي باغ اكزومبل بلاس باستور ترى لا فريسك الكبيره هذيك لي انفير فورجي نتاع عبد العزيز قرجي، هذيك سا في بارتي دو لا لوا دو 1%. باغ اكزومبل عندك مكتب خزندار، عندك البالي دي كونغري في مستير، اتسيتيرا اتسيتيرا، مش اونيكمون عبد العزيز قرجي، زبير تركي، صافي فرحات، هدي السلمي. خساره انه هذيا ال 1% تنحى، خساره القانون هذا تنحى، وما نعرفش كان تنحى، ما توكا ما عادش يطبقوه، كان مومون دوني ديما مطبق. وعلى هكا العباد دايوغ التوانسه ما ثماش، ما عندناش متحف احنا في تونس، اما العباد تعرف الفنانين هذوما مالغري لابسونس دو متحف عليه، خاطر يعرفوهم في الشارع
فما برشا ناس يقولوا لك انا الفنان نحبه برشا نعرفه خاطر عشت في خزنه دار بك الفريسك هذيك وسما دوني انفي نعمل اون كارير اما وليت اركيتكت ولا فنان ولا ميوزيسيان اكسيتيرا. دونك خساره اللي ما عادش موجود. به انت كي تقول لي توا هي اعاده كتابه يعني اوديلا دو نقولوا احنا بخلاف وانه نوصلوا للهدف الاول انه نعملوا لمسه وفاه للراحل، بخلاف انه نحققوا له الحلمه في انه يعرض في بالي خير الدين، بخلاف هذا الكل فما اعاده كتابه للتاريخ وهذه يظهر لي المهمه وهذه اللي بنيتوا عليها حتى الكتاب. اي هذه مهمه خاطر ان بلوس سي المره الاولى اللي يصير معرض دابوغ بالمهم كيما المعرض هذا ومعمول دو مانيير سيانتيفيك سادير خاطر توا حبيت نشكر زاده الكوميسير نتاع ليكسبوزيسيون خاطر مشينا هي ناديه جلاسي اللي عملت الخدمه هذه الكل. ناديه جلاسي كي بروفيسور على ليكول دي بوزار في تونس وعملت اون اتيود سيانتيفيك سيتادير توا الكتاب هذايا والمعرض هذا باش يكون ريفيرونس للتلامذه اللي في ليكول دي بوزار ولا اللي يحب يعملوا اون اتيود. سي لا بروميير فوا اللي ثم كتاب يوثق فما الوثائق اون اتيود سيانتيفيك افيك دي ريفيرونس افيك دي تيمونياج معمول دو مانيير سيانتيفيك وللعموم باش يكون موجود هذا في المكتبات عامه الناس اللي ماذا بينا يكون موجود. هو بور لو مومون اللي انفوا باش قاعدين في الامبريسيون هو عملنا جوست حاجه صغيره اما عطيناه للمكاتب الكل حاجه صغيره بمعنى عدد نسخ صغيره عدد نسخ صغير هو عمل كبير عمل كبير فوالا نسخ عدد محدود للنسخ به شكون فما تعاون توا كي نحكي نكتبوا التاريخ ساعه مسؤوليه نتصور وفيها برشا عمل علمي لهنا وبحثي في انه ناخذوا دي تيمونياج صحاح في انه ناخذوا كتابه صحيحه لانه كتابه التاريخ ديما وراها قيل وقال وفي فما ديما ما نحكيوا على الكتابات حتى تكون اصدق ما يكون للواقع واقرب ما يكون للواقع. فما تعاون من ناس عاشوا في نفس الحقبه Absolument. التاريخيه فما هما اللي عاشوا مالوغوزمون في نفس كما تقولوا كل بيريود هذيك مالوغوزمون برسك كلهم توفي والله يرحمهم زعما خاطر اما سكيا سي كو عندنا باغ اكزومبل سي علي الويتي كي معروف سي علي هو زاد كتب لنا نص عندنا زاد خذينا فما اون شيرشوز زعما غزر شوف الاجنبيين وحده امريكانيه خدمت في متحف كبير في نيويورك عملت اون ريشيرش على ليكول دو تونس وعلى غورجي دونك زيد عملت لنا ان تيكست دونك فريمون مش اللي يجي كتبوا فريمون كلهم ناس مختصين في الدومين هذا يعني وانا حبيت ما حبيتش انا باغ اكزومبل جو ني با انترفوني انا خاطر جو سوي كيفاش قلت لهم انا انتوما تكونوا لي ميتر ابور انا هاني وراكم نعاونكم اما خاطر يا د لافيكتيف وقتها ثما دو لافيكتيف ما تنجمش تكون موضوعيه اي موضوعيه ابسوليومون ما عندكش لو ريكول نيسيسير دونك نسبه الرضا انا نحسك اليوم بلمعه في عينيك نحس انك فرحانه بالنتيجه النهائيه اللي خلطوا لها وصلتوا لها نتيجه كبيره اسمع سي اكسترودينير خاطر عندنا ابوبري من 300-350 عبد كل يوم يمشيو وسكي فورميداب برشا تلامذه وما تقولش تلامذه من كاتب معروفين ومن احياء اللي ما يجيش لبالك باغ اكزومبل جماعه حي هلال جاب تلامذه من ثلاثه ولا اربع اقسام جاوا تفرجوا من كل بقعه وفما فريمون اي دو توت لي كاتيجوري سوسيال مش تقول باغ اكزومبل الناس تقول اللي الثقافه ما تهمش التوانسه سي با فري الثقافة تهم برشا توانسة خاطر بوفي با فوز ايماجيني لو نومبر دو بيرسون لي جاو توت كاتيجوري سوسيال كونفوندو من الكبير من الصغير اللي عنده الفلوس اللي ما عندوش الفلوس اللي خاطر دابور سي غراتوي فو لو دير مجاني الدخول مجاني الدخول سي غراتوي ونحلوا من الاربعه للسته هذا اختيار منكم اي خاطر لازم
الهدف مش ندخلوا الفلوس يظهر لي. لا لا هي هي سيتون اوبيراسيون ما فيهاش فلوس بالكل خاطر ما فماش بيعان ما فماش فلوس او كونتخيغ خرجنا الفلوس. ما تعرف مدام عايشه ساعات يقول لك انا ما ماهوش بيوت لوكراتيف باش ندخل فلوس اوكي اما على الاقل على الاقل رجع فلوسي. لا 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 فجأة وانتم صرفتوا على المعرض هذا ولكن رغم هذا ما فماش رجع خليته دخول مجاني. احنا رجعت الفرحه كي راوك الصغيرات والعباد جايين وفرحانين خاطر راهو كيفاش انا نقول الثقافه هي لو ليان اللي كيفاش فما ناس تفرق ما بين لو ليان اللي ما بين الشعب التونسي اللي يجمع الشعب التونسي. احنا التوانسه عندنا ثقافتنا خاصه ثقافتنا التونسيه وهذاك اللي يجمعنا وتشوف العباد اللي باغ اكزومبل كي تسمع اغنيه تحس تونسه الكل يحبوها تعرف فنان تونسي تونسه الكل يحبوه خاطر هذاك اللي يجمعنا. احنا توا ماذا بينا قاعدين نكتبوا في تاريخ تونس وقاعدين اون ان فاز دو ترانزيسيون ماذا بينا نحكيوا على اللي لمنا مش على اللي فرقنا. جميل برشا انا خلي نختم معاك بالمساج البوزيتيف هذايا حلو برشا ان شاء الله كل التوفيق ومازال المعرض مازال متواصل ان شاء الله نجيو حتى لدي فيفري ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله نجيو ونزوروا المعرض هذايا واجبنا ان نكونوا حاضرين ونشجعوا كيما المبادرات هذايا خاصه وانه في كتابه مميزه لفتره عزيزه على قلوبنا برشا والاسم كما قلت قام من قامات الفن التشكيلي. يعطيك صحه مدام عايشه شكرا ليك وان شاء الله كل التوفيق للمعرض هذايا. احنا باش نختموا مع الثقافه مانيش نبعدوا بعيد على الكلام اللي كانت تقول فيه مدام عايشه واللي قالت وانه مش صحيح وانه التوانسه ما يحبوش والا ما يواكبوش الاحداث والتظاهرات الفنيه والتظاهرات الثقافيه. هذا احنا نجم ناكدوه كاعلاميين زاده وكمؤسسه وطنيه وعموميه. ومعنا حسام مره اخرى حسام الدين الهمامي باش ياكد لنا مره اخرى من خلال الاجنده الثقافيه. مرحبا مرحبا. احنا ناس نخدموا الاجنده الثقافيه كهو. انا نموت ونعرف وين كنت مش ليه كنت موجود وين كنت في الكواليس في الكواليس في الكواليس انا ليكيب ديما نخدموا معناتها ديما على فيلم معناتها ما يرتاحوش. اي لاني باش نحكيو على الجديد في الثقافه باش نعطيكم بعض المواعيد الثقافيه جينيرالمون السينمائيه والا مواعيد ما تلقاو في لي فاكولتي ولا مواعيد لامضاء بعض الكتب. اذا كل ديما نحاول نعطيكم فكره كل يوم كل نهار ونهار وبارده شويه صحيح الساحه الثقافيه ما تحركتش كما يجب بدايه العام ما نعرفوا اما فما كمان بعض الافلام اللي تعرض. نبداو بالفيلم الاول فيلم لنجيب بالقاضي فيلم في عناية الفيلم اللي لقى نجاح كبير في قاعات السينما ولقى نجاح حتى البرة معناتها النقاد استقبال كبير ياسر ونجح حتى في فيستيفال نتاع مراكش خذا جائزه احسن ممثل جيسيسي ما خذاش صحيح ما قاعد يلقى في نجاحات تسعه جام في 2019 اليوم مع السبعه نتاع العشيه تلقاو العرض في فضاء نيابوليس بنابل العرض نتاع الفيلم هذا. بالنسبه اللي حل اللي يحبوا الافلام نتاع ترودي والافلام نتاع صغار فيلم استيريكس الاخرين الفيرسيون نتاع 2018 تلقاوها يعرض في قاعه البالاس سوسا اليوم مع الخمسه نتاع العشيه. بالنسبه زاده كيف كيف الناس المغرومه بالافلام الاكشن فيلم كريد 2 الفيلم هذا يعرض بقاعه الكوليزي وقاعه البالاس وقاعه الابي سي بالعاصمه بدايه من الخمسه نتاع العشيه اليوم. في قاعه الكوليزي كيف كيف يعرض فيلم اخر اللي هو ناجح حاليا يلقى نجاحات حول العالم وقاعد يحطم في عديد الارقام القياسيه هو فيلم اكوا مان. الفيلم هذا تلقاه بدايه من السبعه نتاع العشيه في قاعه الكوليزي